أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك المسيح في العهد القديم. في كل مرة الله بيكلمنا عن رموز وتشبيهات عن ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في العهد القديم، والنهاردة الرب هيكلمنا عن المسيح فصح النجاة، وهيكلمنا برسالة رائعة في ثلاثية جميلة. وإذا كان العهد الجديد بيتكلم عن المسيح فصحنا، كورنثوس الأولى 5:7، المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا. هنشوف ثلاث كلمات رائعين في الأمر دوت. أول حاجة هنشوف شاة الضمان اللي هي الشاة الوديعة اللي هي موجودة معانا ديت. الكلمة الثانية باب الأمان. الكلمة الثالثة المسيح فصح وغفران. هنتكلم عن الثلاثية ديت بطريقة رائعة. أول حاجة شاة الضمان. ليه الشاة ديت شاة الضمان؟ سباعية جميلة موجودة في الشاة. أول حاجة الشاة ديت هي وديعة، وبنبص للشاة نلاقيها وديعة مش بتعمل أي مشاكل. في حيوانات كتير على فكرة طبعها مش حلو، لكن الشاة ما بتعملش كده، وديت إشارة إلى ربنا يسوع المسيح الوديع الذي لم يكن يصيح، لم يكن صوته بيعلى حتى في الشوارع، ودوت المسيح الرائع فصحنا. لكن مش وديعة فقط، لكن الحاجة التانية مطيعة. تلاقيها تمشي ورا الراعي ياخدهم ويتحرك بيهم لغاية المرعى ويفضلوا ماشيين وراه بطريقة رائعة جدا. لكن الحاجة الثالثة هي مش وديعة ومطيعة، لكنه من الحيوانات الطاهرة. موجود الكلام دوت في سفر اللاويين أصحاح 11. نوعين من الحيوانات، حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة. الحيوانات النجسة لازم يكون في شرطين أساسيين فيهم، ودول الفرق ما بين الحيوان النجس والحيوان الطاهر. لازم يكون مشقوق الظلف ولازم يكون بيشتر. الشاة الحمل تلاقي بيتوفر فيها الموضعين دول. لكن مثلا الخنزير ما ينفعش لأنه فيه حاجة منهم بتبقى موجودة والتانية لا. الجمل برضو ما ينفعش. أما الشاة فهو حيوان من الحيوانات الطاهرة. شفنا الشاة وديعة مطيعة طاهرة، لكنها صبورة تتحمل الجوع والعطش. وربنا يسوع المسيح لغاية الصليب وقف وقال أنا عطشان، علشاني أنا وإنت اتحمل كل حاجة. لكن رقم 4 معطاءة. بتدينا الصوف، بتدينا الجلود بتاعتها، بتدينا الفراء بتاعها، معطاءة. والرب يسوع المسيح معطاء، أعطانا كل شيء، بذل نفسه لغاية آخر قطرة من قطرات حياته. لكن مش كده وبس. الشاة هي شهية في الأكل بتاعها. تلاقي طعم لحم الشاة رائع جدا، وخصوصا لما يتشوي، ودوت اللي حصل مع ربنا يسوع المسيح، شهية. لكن آخر حاجة مقبولة، فالمسيح كان الذبيحة المقبولة. شاور عليه يوحنا في أصحاح 1، يوحنا 1 وهو مرتين، ويقول هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ده كان الشاة يسوعنا المسيح الذي ذبح لأجلنا، فصحنا، مات ومات لأجلنا. الكلمة الأولى شاة الضمان. لكن الكلمة الثانية اللي احنا بنتكلم فيها عن باب الأمان. في 5 حالات عايز أسيبهم لك معاك. لو في واحد عبراني وموسى قال الكلام دوت، يا جماعة النهاردة بالليل كل واحد يجيب شاة ويذبحها ويحط الدم على القائمتين والعتبة العليا. واحد عبراني قال لك يا عمي أنا ماليش في الكلام دوت، ما في كلام كتير بيتقال، وما عملش الكلام دوت. عارف النتيجة إيه؟ هيمر ملاك القضاء المهلك ويهلكه. طب لو واحد تاني بص كده وقال لك أنا ذبحت الشاة، والشاة الجميلة ديت هنشوف اللي هيحصل معاها بعد شوية. أنا ذبحت الشاة لكن أنا مكسل إن أنا آخد الدم وأحطه على القائمتين. اتلهى في إن هو يكون بيجهز العشاء بتاعه ونسي إنه يحط الدم على القائمتين والعتبة العليا. عارف يحصل إيه؟ ملاك القضاء المهلك يجي ويقضي على كل بكرة عنده. طب لو حالة ثالثة، واحد قال لك بس خلاص أنا عمي موسى اللي هيقود الشعب ده ويطلعه. واحد تاني قال لك وأنا كمان عمي هارون، ده أنا من العيلة الكهنوتية، وكان عمتي كمان هي عمتي ديت مريم الجميلة المسبحة. أنا ماليش في الكلام دوت. عارف اللي يحصل؟ ملاك القضاء المهلك سيأتي ويقضي على كل بكر. دي على فكرة ممكن أكون مسيحي بالاسم، أو مسيحي بأجل، أو مسيحي مسنود على حد. دول ال3 حالات اللي فاتوا. لكن لازم انت. لكن خليني اقول لك في حاله تاني من ضمن الحالات، لو انا راجل عبراني وبصيت كده لقيت واحد مصري جنبي بيسالني انتوا بتعملوا ايه؟ قلنا له ده احنا بناخد الشاة ديت ونذبح الخروف ونحط على القائمتين والعتبه العليا لان ملاك القضاء المهلك النهارده هيمر ويقتل كل الابكار. فالراجل المصري دوت سمع الكلام وراح جاب شاة زي اللي انا ماسكها ديت وراح بدا يحط الدم على القائمتين والعتبه العليا بعد ما ذبحها. عارفين اللي هيحصل؟ ملاك القضاء المهلك ما يقدرش يدخل البيت ولا يأثر على أي حد. لكن الحالة الأخيرة لو حد عبراني وبعد ما نام وابنه الصغير صحي وقال له يا بابا، قال له أيوه أنا حلمت حلم. إيه الحلم اللي حلمته؟ حلمت إن ملاك جاي وهيموتني. يا بابا قوم اذبح لي خروف. يا ابني نام، اذبح لي خروف. يا ابني يا حبيبي يعني انسى الموضوع دوت، ده كلام بيقولوه. أنا عايز، أنا مش هنام إلا في حمى وعلى أساس الدم، أنا مش هعمل الكلام دوت. والأب أمام إصرار ابنه الصغير يذبح شاة ويحط الدم على القائمتين والعتبة العليا، والواد الصغير يقول له خلاص يا بابا أنا دلوقتي أقدر أنام وأنام في سلام لأن أنا نايم على أساس الحمى والدم. لكن الكلمة الثالثة والأخيرة وديت المسيح فصح وغفران، هنتكلم فيها عن 30 وجه شبه ما بين الرب يسوع المسيح وخروف الفصح. أول حاجة معنى كلمة فصح، في العبرية يعني فاص يعني عبور، في الإنجليزية يعني باص يعني يعبر، في اليونانية يعني بصخ، في القبطية يعني بصخة. ديت معاني كلمة العبور أو الفصح. الفصح دوت عبارة عن عبور ملاك القضاء المهلك. وخلي بالكم معايا للفكرة ديت، ودي فكرة رائعة. المصريين كان عندهم إله اسمه الإله حورس، كانوا ديما يحطوه على البيوت بتاعتهم، عبارة عن طائر يفرد جناحين. والله هنا جاء عبارة جميلة، أرى الدم وأعبر عنكم. كان بيعبر الله عن كل البيوت، بيوت العبرانيين اللي هي حاطة الدم أساس ليها على القائمتين والعتبة العليا. لكن بالنسبة لبيوت المصريين جاء عبارة أجمل، وأصنع أحكاما بآلهة المصريين. عايز يقول عبارة إن آلهة المصريين اللي هي حورس اللي هو إله الحماية ما عرفش يحميهم، فدخل ملاك القضاء المهلك وقضى عليهم. خلي بالك لأن حمايتنا في دم المسيح. لكن رقم 3 والله بيكلمنا فيها في الجزئية ديت عن البداية الجديدة. بيتكلم الكتاب وبيقول الكلمات الرائعة ديت، ويكون لكم هذا الشهر هو رأس الشهور. هو بيتكلم عن رأس الشهور، كان الشهر في الوقت دوت اسمه شهر أبيب، وشهر أبيب اللي هو كان رقم 7، لكن الله قال لهم هيكون رقم 1، وشهر أبيب دوت اللي اتحول بعد كده بيجي شهر نيسان. فبيجي الفصح دائما في 14 نيسان من كل عام، يكون لكم رأس الشهور. ورب عايز يقول لي ويقول لك النهارده انك لما تتعرف عليه، ده بداية الشهور، رأس الشهور، حياة جديدة، يوم ما قابلتك، يوم ما عرفتك، أجمل أيام عمري. لكن شاة للبيت جميلة دي، شاة للبيت. بيقول الكتاب وإن كان البيت صغيرا على أن يكون كفوا. ما قالش خلي بالك الشاة صغيرة على أن تكون كفوا، يعني الشاة، لا الشاة هتكفي، لكن البيت خلي بالك. الرب يسوع المسيح لكل المجد كان كفارة عن كل العالم، عشان خاطر كده ذكر التعبير الجميل ده، وإن كان البيت صغيرا على أن يكون كفء. جال البيت وما جالش الشاة، الشاة ديت هتكفي، وحياة المسيح كفت ليا وليك ولكل الناس اللي حوالينا. لكن الرقم 5 بيتكلم عن في اليوم العاشر، تأخذونه في اليوم العاشر. وعايز أقول لك عبارة جميلة هنا، إن في اليوم العاشر إشارة إلى الوصايا العشر. عاش الإنسان من أيام آدم لغاية 2500 سنة لما جه موسى وبدأ يجيب خروف الفصح، علشان خاطر الإنسان يمشي في الوصايا العشر، لكنه للأسف كسرها. لكن جاء مسيحنا فصحنا خروف الفصح، جاء لنا وهو الوحيد اللي تمم الناموس، وهو الوحيد اللي أكمل كل بر. رقم 6 بلا عيب، صحيحة خالية تماما من العيوب. كانوا يبصوا على الشاة زي ما تشوفوها كده، ما تكونش عرجاء، ما تكونش في عور في عينيها، ما يكونش جواها أي عيوب. والرب يسوع المسيح بصوا بقى الجمال، شهادة الله الآب عنه قال عنه أنه قدوس، قدوسك يا إسرائيل. شهادة الملائكة عنه في البشارة المطوبة العذراء مريم قالت القدوس المولود منك يدعى ابن الله. شهادة الأنبياء أشعياء قدوس قدوس قدوس. حتى في شهادة الشياطين في مرقس 1 وعدد 24 الراجل اللي كان فيه روح نجس صرخ وقال الكلمة دي: ما لنا ولك يا يسوع الناصري أتيت لتهلكنا، أنا أعرفك من أنت قدوس الله. شهادة الحكماء بدأ بيلاطس يقول الكلمة ديت: لم أجد فيه علة واحدة، ده بار، حتى مراته جات له إياك وذاك البار. وكان بيشهد بيلاطس عن خروف الفصح في خروج 12 بلا عيب بلا عيب، يسوعنا كان بلا عيب. شهادة الحكماء وشهادة كل حتى قائد المئة قال علمت أن هذا الرجل قدوس الله، هو بار هو بار، مفيش حد قدر يطلع فيه خطية، حتى هو وقف وقال من منكم يبكتني على خطية. لكن رقم 7 ذكرا، ودوت بيمتاز بالقوة، حتى لما جم يقبضوا عليه قال لهم أنتوا عايزين مين؟ قالوا يسوع، قال لهم أنا هو، وجعوا. وخلي بالك المسيح هو عريسنا والكنيسة هي العروس التي تنتظر يوم الزفاف. رقم 8 بيكلمنا يقول لك من الخرفان أو من المواعظ، زي ما انتم شايفين كده، من الخرفان أو من المواعظ اللي هي طاهرة مشكوكة الظلف، ما يجيبش حاجة وبس، لأن المسيح كان طاهر في كل سلوكيات حياته. رقم 9 ابن سنة، يذكر الكتاب هنا أن متوسط عمر الخروف اللي هو 2 سنتين، فالمتوسط هنا معناه 1 سنة، ابن 1 سنة يعني في ريعان شبابه، ويسوعنا مات لأجلي ولأجلك في ريعان شبابه. الكتاب هنا واضح جدا في رقم 10: يكون محفوظ عندكم من اليوم العاشر إلى اليوم الرابع عشر. عارف الكلام ده معناه إيه؟ دخل ربنا يسوع المسيح له كل المجد إلى أورشليم اليوم في يوم 10، ونعد بعد كده: يوم 2 11، يوم 3 12، يوم 4 13، يوم 5 14. يكون عندكم في الحفظ من اليوم العاشر إلى اليوم الرابع عشر. عارفين يوم 5 أسلم يسوع إلى المحاكمة، كان النبوات بتتمم تماما من اليوم العاشر إلى اليوم الرابع عشر. يذكر الكتاب بعد كده في رقم 11: يذبحه كل الجمهور. أنا فارجة جدا معايا التعبير دوت، 30 وجه شبه ما بين الرب يسوع المسيح وخروف الفصح الذي سفك دمه لأجلي ولأجلك. عارف الكتاب بيقول لي الكلمات دي الرائعة، يذكر ويذبحه كل الجمهور. أنا يعني استغربت، كانوا طالعين 600 ألف ماشي على الأقدام، لو كل واحد منهم خد شات زي كده وعملها، يعني المفروض باللغة العربية الفصحى ما يقولش يذبحه بصيغة الفرد، لكن تذبحونه بصيغة الجمع. لكن ليه هنا في التعبير دقيق في كلمة الله قال ثم يذبحه كل جمعة؟ عارفين ليه؟ لأن اللي مات واحد، اللي اتذبح علشاني وعلشانك واحد، خروفنا خروف الفصح. لكن يذكر كتاب بعد كده في رقم 12: بين العشاءين. مرتين جال الكتاب فيه في العشية تذبحونه وفي العشية، ومرة تانية قال لك وبين العشاءين. والمسيح ربنا يسوع المسيح أسلم روحه يوم الفصح، في عشية يوم الفصح تحديدا، ودوت اللي بيقوله الكتاب. بنشوف بعد كده رقم 13: كل الجمهور، الجميع اجتمعوا عليه، الكل اجتمعوا عليه. وعارف قالوا ايه؟ اصلبه دمه علينا وعلى اولادنا. هو جه علشان خاطر يقدم حياته علشاني وعلشانك، ودوت اللي قدمه ليا وليك هو يسوعنا المسيح له كل المجد. الدم كان على القائمتين والعتبه العليا، قال له هات الزوفه، نبات صغير زي كده، وهات الدم، هات الدم والدم كده، وحط الدم على القائمتين والعتبة العليا زي ما هنشوف دلوقتي. خد الدم وحط الدم على القائمتين والعتبة العليا. وهنا خلي بالك الدم لما يكون على القائمتين والعتبة العليا عارف بالظبط كده، وكان يجيب طست زي كده اللي هو فيه الدم، ويحط الدم، يحط الدم على القائمتين والعتبة العليا بالظبط. خلي بالك معايا، الدم على القائمة اليمين والشمال والعتبة العليا، وهو بيحط الدم بالطريقة ديت الدم بيخر برضه أو بينزل لغاية تحت في الطست. فخلي بالك الدم رشم لنا الصليب فوق تحت، وآدي القائمتين. عارفين بيقول لك إيه؟ صليب يسوع المسيح المصلوب ليا وليك، عملها علشاني وعلشانك. دوت الكتاب اللي بيقوله. رقم 15: تأكلونه مشويا بالنار. يذكر كتاب بيقول لك ايه؟ لا تأكلون منه نيئا يعني نيئا أو مطبوخا. طب ايه الفرق هنا؟ يعني ما ناكلوش نيئا أو نيئ أو مطبوخ. الني الحاجة النيئة اي حاجه نيه محتاجه سوى، يعني ناقصه سوى. طب والحاجه المطبوخه دي عليها حاجات، اتضافت عليها حاجات. عمل المسيح الكفاري علشاني وعلشانك، لا هو ناقص ولا هو عايز زياده. ليك المجد يا رب. عمله كان كامل، تأكلونه مشويا ومشويا مشويا بالنار. اتشوى، خلي بالك، وحته مشويا ديت معنى هما بيشووه كده كانت النار مباشره على جسمه من كل حته، والرب يسوع المسيح اتحمل نيران العدل الالهي علشاني وعلشانك وعلشان كل العالم اللي حوالينا. لكن رقم 16 لا يكسر منه عظمه، لا تكسر عظامه. وخلي بالك الرب يسوع المسيح على الصليب لما جه في بعد الصلب جه علشان خاطر يعجلوا بموته، فبصوا كده لجوه ومات، ما رضوش يكسروا عظامه، وده اتمام للنبوه، عظم من عظامه لا يكسر. راحوا عند اللص دوت وعند اللص دوت وكسروا العظام بتاعتهم، لكن عند ربنا يسوع المسيح لم تكسر عظامه نهائيا، اتماما للنبوه. رقم 17 كان يؤكل جوفه مع اكارعه. رائعه ديت، راسه وجوفه اكارعه. راسه اشاره الى فكر المسيح، أكارعه اللي هي الإيدين والرجلين بتاعته، أكارعه اللي هي إيديه ورجليه، ديت إشارة إلى سلوك المسيح. لكن جوفه إشارة إلى أحشاء المسيح. وهنا عايز أقول لك عبارة رائعة، المسيح كله حلو، رأسه وجوفه وأكارعه وسلوكه وقلبه وأحشائه، لأن الكتاب بيتكلم عنه كله جميل، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. رقم 18 على أعشاب مرة تأكلونها. على أعشاب مرة، عارف يعني إيه على أعشاب مرة؟ يعني اتحمل الآلام، اتحمل المر علشاني وعلشانك. ودي كانت إتمام للنبوة، حتى وهو طفل جم المجوس وقدموا له ذهبا ولبانا ومرا، كانوا بيأكلوه على أعشاب مرة. رقم 19 يؤكل مع فطير. وليه يؤكل مع فطير؟ الفطير هنا كان فطير خالي الخمير، لأن عمل المسيح بتاعنا كان عمل مقدس، عمل طاهر. خالي الخمير، الخمير يشير إلى الشر. ويؤكل 7 أيام. جميلة جدا الحتة دي، عارف يعني إيه؟ يعني وأنت شبعك بالمسيح، ما يكونش يوم الأحد فقط في الاجتماع فقط، لكن 7 أيام، حد واثنين وثلاث وأربع وخميس وجمعة وسبت وحد، الأيام كلها تشبع بالمسيح، ليه كل المجد لأنه هو شبعان. لكن رقم 20 الاستعداد، يقول لك تأكلون وأحقاءكم مشدودة، وده ضبط النفس والعواطف والرغبات. وبيتكلم بعد كده بيقول الكلمات ديت، عصيكم في أيديكم، أحذيتكم في أرجلكم. السلوك بتاعي يكون باستعداد، استعداد لإنجيل السلام. عصيكم في أيديكم، والعصي في الأيدي ديت إشارة إلى ثلاثية جميلة، فالعصي إشارة إلى القوة كما كانت في يد موسى، العصا للقوة كما كانت في يد موسى، العصا إشارة إلى الاستناد كما كانت في يد يعقوب، استند على عصاه. العصا إشارة إلى التعزية كما كانت في يد داوود، يقول لك عصاك وعكازك هما يعزيانني. لكن رقم 21 تأكلونه بعجلة. رائعة، 30 وجه شبه ما بين الخروف وما بين ربنا يسوع المسيح. يعني تأكلونه بعجلة، أول مرة في كل التاريخ نشوف محاكمة تمت من الليل للصبح فيها 6 محاكمات، 3 محاكمات دينية و3 محاكمات ميدانية. 6 محاكمات أجروا علشان خاطر ربنا يسوع المسيح، والكلام دوت كان تأكلونه بعجل. سرعة في المحاكمة ما حصلش أبدا، لا فيها استئناف ولا فيها ولا تظلم ولا حاجة أبدا. من الليل للصبح كان معلق على الصليب، وده بيعمل الكلام دوت علشاني وعلشانك. رقم 22 فأرى الدم وأعبر عنكم. الشيء الوحيد، الأساس الوحيد هو الدم. الله كان بيبص على الدم في كل بيت وكان بيعبر عنهم، فأرى الدم وأعبر عنكم. لكن رقم 23 فارتحلوا من رعمسيس إلى سكوت. رعمسيس دوت اللي هو الإله رع، ودي العبادة الوثنية، أي حررهم من العبادة الوثنية إلى الحرية عن طريق خروف الفصح، عن طريق ربنا يسوع المسيح. 24 خروف الفصح بريء، لم يفعل شيء، لم يعمل ذنب، والرب يسوع شال ذنبي وذنبك. المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا. وبيتكلم في الجزئية الأخيرة لا يبقى منهم. رقم 25 لا يبقى منه إلى الصباح. عارفين يعني إيه لا يبقى منه إلى الصباح؟ يعني الرب يسوع المسيح ما بيتش على الصليب بعد ما خلص، وقال لك نزلوه علشان خاطر ودوه يكفنوه علشان خاطر يوم الجمعة كان خلاص والسبت هيحل. لم يبقى منه إلى الصباح، وربنا يسوع المسيح لم يستمر على الصليب إلى الصباح. لكن رقم 26 دم كريم، الأساس دم كريم. وبحسب بطرس 1:18 عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو بذهب من سيرتكم الباطلة، بل من دم كريم كما من حمل دم كريم كما من حمل، والحمل دوت بلا عيب. رقم 27 الحمل تحمل، وبحسب أشعياء 53 حمل أحزاننا حمل أوجاعنا، فهو الحمل الذي تحمل. رقم 28 لم يفتح فام، خروف الفصح كشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامت أمام جزيع، اتربط واتذبح علشاني وعلشانك، كنعجة صامت أمام جزيع، لم يفتح فام. بنو؟ تسعة 29 إتمام البدلية، خروف الفصح مات نيابة عني وعنك، مات بديلا عني وعنك. بعد ما اتحط الدم على القائمتين والعتبة العليا، بدأ حياة جديدة ببدلية جديدة، بدأ يصنع معك كل شيء جديد. هو مات علشان كل الأبكار اللي موجودة في كل البيوت تطلع، وبدأ البكر يعيش من جديد. إتمام البدلية. بعد إتمام البدلية لكن بنشوف مع بعض رقم 30. في رقم 30 المسيح فصحنا ذبح لأجلنا، مات يسوع علشاني وعلشانك. اتحمل المسيح لأجلي ولأجلك كل أنواع العذاب، اتحمل لأجلي ولأجلك آلام جسدية من مسامير، من جلدات، من لطمات، من ضربات، لأجلي ولأجلك. اتحمل المسيح علشاني وعلشانك آلام نفسية، فالتلاميذ تركوه والعسكر عروه، ومنهم اللي خانوه واللي باعوه علشاني وعلشانك. بثقوا على وجهه، على ثيابه اقترعوا. لكن فوق الآلام الجسدية والآلام النفسية أصعب نوع من الآلام هو الآلام الكفارية. 3 ساعات من الساعة 12 للساعة 3 صار ظلمة على الأرض، لأنه كان بيشيل الخطية بتاعتي والخطية بتاعتك. النهاردة اللي شال كل الخطايا عطاني النهاردة حياته. إن كنت لسه بعيد، هو النهاردة جه شال الشيلة عنك، دفع دينونتي ودينونتك، شال كل حاجة، شال الخطية اللي انت بتعملها، شال الذنب اللي انت عملته، شال كل شيء علشان يديك انت حياة. هو النهاردة فاتح ايده، فاتح حضنه، وبيقول لك تعالى تعالى، الباب لسه مفتوح. المسيح فصحنا ذبح لأجلنا، ما عملش حاجة، شاد بريئة. بيتكلم عنه في أشعياء 53 أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، كشاة سيق إلى الذبح، كنعجة صامت أمام جزيها، لم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، هو في جيله من كان يظن مسطر عنه وجوهنا لم نعتد به. أما الآب فسر أن يسحقه بالحزن. كل دوت كان علشاني وعلشانك. وخروف الفصح مسيح العهد الجديد لا يزال يفتح يديه وبيقول لك الفرصة موجودة والباب مفتوح. بصلي من قلبي، بصلي من قلبي لكل حد بيسمعنا أمام هذا المنظر بيقول لك تعالى. العمر مش مضمون والحياة مش مضمونة، فداك. وأعتقد التبرير والتغيير والتطهير واللحظات دي بيقول لك أنا مستنيك، فهل تقبل إلي؟ وإلى أن نلتقي مع مسيح العهد الجديد المعلن بصورة واضحة وجلية في العهد القديم كما رأينا في خروف الفصح. أترككم في رعاية القدير.